السلام عليكم ورحمة الله. مر عام فقط باش عرفنا واحد العداء قوي سميتو أريغاوي، عداء شاب 20 سنة فقط. لاحظنا أنا في البداية كان كيعتمد على تاكتيك اختباء ثم رفع الإيقاع فيما بعد، وباش ناخدو فكرة فهاد العداء بدل التاكتيك ديالو، ولاحظنا القوة ديالو والفوز ديالو الساحق في نهائي الدوري الماسي واللي ربح في سباق 5000 متر. طموح محاولات أريغاوي لن تتوقف، كانت عنده محاولة تحطيم الرقم القياسي 5 كيلومترات على الطريق وضيع الرقم القياسي ببعض الجزئيات، ثم فيما بعد سيعود وسيحطم الرقم القياسي العالمي ل 5 كيلومترات على الطريق. ما حدث في ملتقى بريفونتين يوم 28 ماي 2022 شيء لا يصدق. سباق 5000 متر بمشاركة النجوم في هذا السباق، كنتكلموا على باريغا، محمد احمد، طيفيرا، ويل، كنتكلموا على عدائين اللي طلعوا البوديوم في طوكيو، احمد محمد اللي دار البوديوم في طوكيو كذلك في بطولة العالم الدوحة 2019. هاد المجموعة من العدائين وكأنهم سيجرون سباق لوحدهم، وهناك سباق آخر خاص بأريغاوي. انطلقت السباق كان الإيقاع مرتفع بسبب اعتماد الأرنب، تفرقت الكوكبة منذ البداية، تجمعوا فيها أحسن العدائين وأجود العدائين واللي تكلمت عليهم في المقدمة. الألف متر الأولى كان 2:35.06، إيقاع جيد جدا. الألف متر الثانية كان 2:35.50، ولكن هذا الإيقاع لم يعجب كثيرا أريغاوي، وسنرى استعجال أريغاوي ومحاولة التخلص من الأرنب في أقرب وقت ممكن. ثم فيما بعد سينقلب السباق إلى سباقين، سباق أريغاوي سباق العدائين الآخرين. رفع الإيقاع منذ 2000 متر الأولى تقريبا، سينجز 1000 متر الثالثة أريغاوي لوحده في 2:33.08، أسرع من الألف الأولى والألف الثانية. ربما سيتعب هذا العداء، ربما سيتوقف، ولكنه سيزيد من الإيقاع وسيزيد الفرق بينه وبين العدائين، سيحافظ على السرعة تقريبا، والألف متر الرابعة ستكون في 2:34.45، سيزيد الفارق وسيترك العدائين الآخرين يتناوبون على المقدمة ديال الكوكبة الثانية. والخدمة اللي بدأ أريغاوي يكملها في الكيلومتر الخامس أو الألف متر الخامسة 2:32.41، وسينجز الدورة الأخيرة في 58 ثانية. كما قلت كأنهم سباقين، سيفوز بالسباق، سيحطم رقم الملتقى وسينجز أحسن إنجاز في السنة، هو الأفضل حاليا على المستوى العالمي، وكأنه يبعث رسالة لصاحب رقم قياسي العالمي جوشوا شيبتجي. المركز الثاني فاز به طيفيرا بالسرعة النهائية على باريغا، وكان ظن هذه أول مرة طيفيرا يشارك في سباق ديال 5000، إذن يكون أحسن رقم شخصي بالنسبة ليه وتكون تجربة مهمة بالنسبة لهذا العداء القوي. وثالثا باريغا صاحب ذهبية 10000 طوكيو 2021. إذن كان فوز كبير للإثيوبي أريغاوي الشاب الصاعد، سباقات النفس الطويل. أشكركم والسلام عليكم.